بلغة الحجة والدليل، الصحفي حميد المهداوي يرد على تصريحات وزير العدل عبد اللطيف وهبي ويتهمه بالتشهير. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته إخواني أخواتي المغاربة الأحرار أينما كنتم داخل أو خارج أرض الوطن، مرحبا بكم. نتمنى أنكم تكونوا في تمام الصحة والعافية، وكيف ما تنقولوا دائما الله يحفظ البلاد هذه من كل شر. فرسان وفارسات المملكة المغربية، مرحبا بكم في هذا اللقاء الجديد المتجدد اللي فيه غادي نستكملوا وغادي نواكبوا ملفنا الشائك، ملف الصحفي حميد المهداوي ووزير العدل المثير للجدل عبد اللطيف وهبي. هذا الملف إخواني أخواتي اللي وصل إلى مراحل فيها تشنج كبير وكبير جدا، تصريحات من هنا وردود أخرى من هناك. لكن قبل ما أننا نغوص في مستجدات تصريحات وردود فعل الصحفي حميد المهداوي عقب تصريحات وزير العدل أول يوم أمس الذي أشار إلى أن كرامته فوق كل شيء ومطالبته بتعويض قدره مليار سنتيم لا يقارن بحجم الضرر الذي لحق به وبشخصه، أود أن أجدد تضامني مع الصحفي حميد المهداوي. وكما قلت دائما ولا زلنا ثابتون على نفس الموقف، نحن نتضامن مع الشخص لا مع الجرم، لأننا دائما نعتبر أنفسنا جزءا لا يتجزأ من الرأي العام، ونعتبر أنفسنا جنودا ندافع عن مكتسبات هذا الوطن، ونضع الوطن ومكتسباته من مؤسسات ومكتسبات أخرى في الصف الأول فوق كل اعتبار وفوق كل شخص مهما بلغت قيمته. فإخواني أخواتي غادي نسمعوا للصحفي حميد المهداوي في رد فعل منه مدافعا عن نفسه من جانب كبير من التبريرات التي يمكن أن نسميها تسمية أخرى ميالة، التبريرات الميالة إلى الاتهامات والتي تعود لوزير العدل التي أدلى بها مؤخرا في ظل مواكبتنا لهذا الملف الذي كما تعلمون إخواني أخواتي وصل إلى الجلسة الثالثة من أطواره. وكما قال الصحفي حميد المهداوي الملف الآن في فترة تأمل، الملف في فترة يعني نترقب فيها يعني دخول جهات أخرى على الخط في ملف رئيس الحكومة هو من يعني قام بإحالته على النيابة العامة، ملف يشهد تأثيرا كبيرا على الرأي العام، لكن أكيد لن يخلف تأثيرا على مكتسبات هذا الوطن. وهنا أوجه كلمتي هذه لكل أولئك الذين يدعون الوطنية بعد 2000 والأخرى ويحاولون الركوب على القضايا من أجل التشكيك في المؤسسات والتشكيك في مصداقية مؤسسات هذا الوطن. فنسمعوا إخواني أخواتي الصحفي حميد المهداوي شنو قال في أولى ردود فعله، وأكيد هذا الملف سنعود له في بث مباشر من أجل إبداء موقفنا ورأينا في مجموعة من النقاط المهمة التي أثرت على خلفية هذا الصراع القائم في الرأي العام بالتوازي مع تواجد الملف بين يدي القضاء باعتبارنا جزءا لا يتجزأ من الرأي العام المغربي. لأول مرة في تاريخ البشرية وليس فقط في تاريخ المملكة المغربية، وزير في حكومة يقاضي صحفيا، وعندما يدخل الملف إلى مرحلة التأمل يخرج الوزير إلى الصحافة ولا يكتفي بالتوضيح بل يقذف الصحفي على رؤوس الأشهاد ويشهر بالصحفي على رؤوس الأشهاد. لأول مرة في تاريخ البشرية، في تاريخ البشرية لم يحدث هذا. أخوتي المغاربة، حلقة اليوم حلقة للتاريخ، ليس بيني وبين وهبي مسألة شخصية، مشكلة وهبي والحكومة مع الشعب المغربي يريد إعلاما تابعا منبطحا ونحن نريد إعلاما مستقلا. إذا المسألة ماشي بيني وبينه، هادشي اللي غنبين لكم بالوثائق والأدلة. خرج في حوار صحفي مع الزميل يونس مسكين موقع صوت المغرب في لحظة دقيقة الملف في التأمل،
فيما سبق كان لا يذكر اسمي، كان يعبر عني بالمجهول ويتحدث عني كأني نكرة، ولم تحدث أن نبست شفتاه يوما باسم هذا الماثل أمامكم. لأول مرة يقول السي المهداوي، السي المهداوي، وهذا إن دل على شيء يدل على انتزاع أمر في غاية الأهمية، أن السيد الوزير حشر في الزاوية، وإلا لما خرج للإعلام في هذه الفترة الدقيقة من عمر المحاكمة. خوتي المغاربة، خليوني أولا أشكر جزيل الشكر الزميل يونس مسكين وهبي والكذب، نمشيو معه وحدة بوحدة. اتهمني بالكذب على رؤوس الأشهاد، نكملوا بالهضرة. كذب عليا، باش كذب عليك، عطيتيني شي حاجة كذب عليك فيها بالواقع. تصور كنكملوا بالهضرة، احنا خير أمة أخرجت للناس، احنا خصنا نكون قضاء أحسن، احنا خصنا وزراء يكونوا أحسن من ميريكان وفرنسا، الأستاذ العزيز المختار. وأنا ما كنفضلهمش عليك، أنا كنقول عاوتاني، ولكن كنقول بغيت تجي تكمل بالهضرة. تصور المحاكمة كبلتيها في الإعلام، عاودوا مشي عند القضاء جيتي وماشي مشكلة، احترم كرامتي، تقول لي أنا مبتز، أنا كنبتزك، أنا كنجمع كيجمع، تصورنا كيجمع. عندك تقول لي هاد الكلمة بقات فيه، عارف قاعد تنغمك، بقات فيا بصح. ولكن أي واحد مسؤول ولا مغربي ذو ضمير حي ما يقبلش يقول وزير تنزل هاد النيفو تيجمع عليا، خلي القضاء يقول لك حكمتي وسير، أنا صحافي ما كنأطل على القضاء، ترك وزير الأستاذ، عرف مكانك، نزل لهذا المستوى، ما كتسب ما كت... وهاد انت دابا اللي كتقول المغاربه لا دي ان، كيفاش اجي نديروا لنا سب لدين في المدرسه؟ شي دري انت لدين قلبوا على بوه، يبقى المغربي غادي يتابع 20 دري، المغربي تابعوا 20 دري، اذا 20 دري منين؟ كل دري من المراه، 20 مراه، اذا عندنا 20 وحده. انا كتنفهم دابا، دابا هنا كتقول ترك هادو ما عندهمش كرامه، هاد المغاربه كرامة المغاربة، وديك دين موس البرلمان، دين أمه، ماشي سب. القانون الجنائي إيش كيقول في صبر الذات الإلهية؟ وكتقول كيسبوك ويشتموك مع كامل الأسف. وكنظن بقينا نختموا هذا الشيء صافي. شنو قال بعد هنا الفيسبوك؟ هذه مهمة، الناس تفتش عن الشيطان في كلامي، خليهم واش غنقابلهم أنا؟ راه 90% ما يقال عني ينسبوا لي، وتتبدعوا بعض الناس بهذا الشيء. يوم البارح خرجوا شي حاجة البارح تنقول أنه النص كل 5 سنوات يجب أن يؤدي الزوج الصدق لزوجته، ومخرجنا بالصوير دي وهبي يقول وهي ما كيناش. أودي الله يهديكم مجددا، شي منطق قانوني بعدا ولا شي إطار تشريعي؟ كل واحد يكتب اللي بغا، كل واحد يقول اللي بغا. خرجوا ديك النهار واحد أنا نقتلك تصور، خرجوا لي قالوا لك وقت يودعيهم طلب الملاير المهداوي ولا المقاولة بديل، هذيك المقاولة خصها تحبس، الاستهداف كاين ولا ما كاينش؟ ياك انت قلتي الكرامه ديالك ما عندها ثمن، وتصور واحد قال لك القتال وكيخرجوا عليك انت بفم قلتي نشروا عليا كاذب، واذا عينتي الكاذب وضرك انت كتعاود، علاش ما شكيتيش؟ لا خصك على موقع بادي انت ياك باغي زعما داروا الذكاء الاصطناعي داروها، راه كيجلسوا النهار كلهم قابلين، علاش؟ ما عرفتش انا. سمعت شي حاجه زوينه، ها هو كيجاوب على واحد السؤال، قال لي مشى للمحكمه باش دابا حيت ما عندوش الحجه باقى قلب على سوء النيه، راه كاتب عليا 100 انا كتبت على الرميد 300 وكتبت على على على, على, على على بالكيران شي 400 مادة 500، حسبوا لي عدد الفيديوهات ديال حيت ما عندوش الحجة، حيت لقاني اتصلت به المهداوي عنده حسنية واتصل بيا، جوج المهداوي جاب وثائق، ثلاثة إذا كي غندير الحسنية ها هو جاوب عليها، قال لك أنا كيكتبوا عليا كل شيء، قال لك أنا ما عرفتش علاش كيهتموا بيا، أنا واحد من دوك اللي كيهتموا بك حيت أنت، وعلاش أنت؟ اسمع اسمع، ما عرفتش أنا كان ندير الاهتمام ديال الناس ما عرفت، ولكن كنا كان تيجيبوا لي ولادي الفيسبوك اش كيقول لك جيب لي الضحك، كتلقى الجديد ديما كاين الجديد، انا دابا جبت شفت داكشي كيضحك. هو كيعترف لو كنت عب واحد، هو قال كلشي تيكتب عليه كلشي تيكتب عليه، عطينا هذا الاخر شنو قال فيه بعدا، هادي بغيت غير ما عرفت نديرها ولا بلاش، ولكن يقول لك عاوتاني كنخلطوا واحد الفيديو عنده حاضر العمس، حاضر معك بواحد الفيديو عجبني، ولكن يقول لك هذا لا لا حنا لا نستدر عطفا،
الشيء الإنسان اللي قبلتكم لا يستدر عاطفة. موقع بديل موقف قلت في الافتتاحية أنا اللي خرجت من الحبس. الشيء موقع بديل موقف إعلامي. إحنا مش ضحية، عمري ما غنكون ضحية. أنا موقف إعلامي. وآخر ختيمة مادام أنت كتقدم راسك كمحقور وكذا، وهذه ما دخلش في إطار التبرئة، نخليها لك عقلية. عقلتي قلت لي أخرج 19 مليار. والتقرير الغاه ماشي الغاه، يعني من بعد مع شنو دار له 80 ولا كيفاش كنتي كتبان لك ديك السيد بنكينا؟ كي كيبان لك آخر واش كاسك تشرشن في صورته؟ ملي كنتي كتقول بام كيفاش كيديروا كيخلطوا السياسة، كنتي كتجيب لنا شي دليل أحرار كيخلط فلان مع فلان. وملي كنتي كتقول التعليمات عبد العفورة كان عندك شي دليل؟ حتى دابا كنتي تحرى دابا قدرنا حنا دابا تحرى. شوف أنا خدمتي كديرة قانونية، ولكن أنت واش كنتي كتجيب الأدلة؟ وغنختم معاك بهذيك ديال بنكيرة ديال عفوا ديال 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 هذيك ديال أخنوش. شنو قلتي على المدراء المركزيين كيتلقاو التعليمات من عند السلطه، من عند العامل ولا الوالي ولا انت ما ضيطيتي قلتي السلطات، هما هو العامل وحنا هكا فهمنا. قول لي واش يمكن لي نبرا مولا حفيظ العالمي على 452 مليون دولار؟ كيما هو تلك البنية حسنة داز داك القانون عندي بعلاقه عفيتو الافريقيين مع عفيتو نيشانا، زعما كنت ما فراسك. واش يمكن نعفي أخنوش على 100 على 17 مليار درهم ونتكلم على 17 مليار درهم وجود مغرقه المغرب بالقفاف يخلص 17 مليار درهم؟ اسمحوا لي في جود، لان هذيك 17 مليار درهم 17 مليار درهم غنفرقوها على هذوك اللي ياخذ منهم اللي كيعطيو القفاف. وجود صبحت الان ازمه سياسيه في المغرب، صبحت مشكله سياسيه في المغرب. جود اللي تابع للتجمعات الاخرى صبحت اكبر فضيحه كاينه في المغرب الان، لانه فين كان هذا جود؟ فين كانت حتى خرجت لنا واحد النهار ما عرفتكش مليون قفه ونزيدك. ما هي الصحافة التي تكتب على أخنوش وتنتقد أخنوش؟ ونزيد ونزيد ونزيد. لذلك راه الصراع ديالنا الآن مع التجمعات الأخرى غير متكافي، والصراع ديالنا مع العدالة والتنمية غير متكافي. دابا غادي نطلبوا من المجلس على الحسابات يمشي يراقب وزارة الفلاحة هاد المشاريع كلها اللي كانت الشهور الأخيرة، واش هي كانت مقررة ولا لمصلحة المواطن ولا لمصلحة الانتخابات؟ سمحت لي سي أمين العام، خليني نكمل معاك شوية في هاد، لا 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 خليني نكمل نقول لا هادشي مهم اللي كتقول نتفاعل معاك فيه شوية. لا ما تفاعلش معايا، كمل عاد تفاعل. لا غنتفاعل معاك إلا جيت على خاطرك. هاد الموضوع هذا، هاد الموضوع هذا كيطرح أكثر من مشكل. كيفاش مشاريع ديال بعض المناطق كتعطى لهم الملايير وبعض المناطق ما كتعطاش لهم؟ علاش بالضبط هاد المناطق وماشي هاد المناطق؟ كيفاش ولاو مدراء جهويين ديال وزاره معينه كيديروا الحمله الانتخابيه والتاثير على رجال السلطه؟ هذا راه حنا غادي الازمه الان، والان حنا كننبهوا نبهنا الحكومه ونبهنا سي العثماني، قلنا راه وزير عندكم ووزراء عندكم كيخدموا خدمات انتخابيه كتمس بالتنافس الشريف وبالمساواه في المنافسه، ولا ما تحلش هذا المشكل غنضطروا ندخلوا في مواجهه اكبر. انا اقولها وحنا الان باقي مهدئين، لاننا نرغب في ان تكون ندوز الانتخابات المقبله بشكل هادئ، ولكن هناك اشخاص يتكلمون باسم السلطه ويعطون الاوامر باسم السلطه، وهناك اموال ديال وزارات تصرف لاهداف انتخابيه. عطيتي شي دليل؟ تما ما قصيتيش كرامه وزاره الداخليه، واش عطيتي دليل؟ واه كتهضر بلا دليل. تصور لك قلتها انا، تصور على ان السياسيين ان رجال السلطه مثلا والي ولا عامل كيعطيه التعليم واحد العضو في حزب كيعطيه التعليمات، وانا المغربي كنسمعها من عندك انت، وكيشدوا الفلوس ديال سميتو ديال وكيعطيوها غير لواحد الحزب اللي هو الاحرار. عطيتي الاتهامات، فين هو الدليل؟ فين هو الحجه؟ فين هو البحث؟ فين هو التحري؟ فين هو؟ خوتي المغاربه حياكم الله اينما كنتم، وتحيه لكم، وكنقول لكم واحد الكلمه في اخر هذه الكلمه. كاين الله عز وجل، كاين هاد البلاد عندها جوادها، وطمئنوا الحمد لله، زعما كونوا مطمئنين. انا عارف بعض الناس خايفين على هاد شنو يوقع، شنو اللي دار الله مرحبا.